سنة 77 كانت المواجهة الشهيرة مع الرئيس السابق أنور السادات، وده كان خلال لقائه باتحاد طلاب مصر بعد انتفاضة يناير 77، واللي أعلن خلالها حمدين نقده ومعارضته بوضوح وموضوعية لسياسات السادات ونظامه. الحكومة حتى الآن لا زالت تطلع مشروع خطة 50، ومش عارفين هتنفذه ولا مش هتنفذه. قال إنه منذ طلع شعار الانفتاح الاقتصادي مش ملوش أثر، الأثر الذي لمسناه واللي معبر عنه هو أن سياسة الانفتاح الاقتصادي أتاحت لرؤوس الأموال الخاصة أن تنمو ولكثير من الطفيليين أن يكتسبوا أموال أكثر. لكن أنا أقول إن الوقت اللي كنت فيه الشعب محتاج كل مليم لا يصح بالمرة إن احنا ننتقل إلى إسراء مجموعة محددة في هذا الشعب على حسابه. يعني حرام أوي يعني إن الإنسان عايش بيحترم تاريخه جدا وفجأة يسقط كل تاريخه في الناس، كل تاريخه يسقط، حتى التاريخ اللي فقد إسرائيل تسامح هم بيسقطوه. وبالتوالي هذا صحيح وهذا بفعل دوله لمصر ولتاريخها ولتبقى باقي الناس اللي أنت تتمرد إذا ما كنتش فاهم كويس ملك المال. في الاستنتاج عرفنا عايزين بقى في بقيه النقط الخلاف الدعم المستمر للمقاومه الفلسطينيه على وجه التحديد.